وصول أول دفعة للقاح فايزر الأمريكي ضد فيروس كورونا بمطار تونس قرطاج، دفعة انتظرها كثيرا الشارع التونسي، وتتضمن 93,600 جرعة، وتندرج ضمن مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية. أنا سعيد بتسلم تونس هذه الدفعة من لقاح فايزر بفضل مبادرة كوفاكس، وكانت مجانا، وهذه الخطوة تعد هامة وتساعد على إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، على اعتبار أن مبادرة كوفاكس ستساهم في تطعيم قرابة 20% من التونسيين إلى حدود نهاية هذه السنة. هو يوم مهم بالنسبة لتونس وكذلك لمبادرة كوفاكس التي ستساهم في تطعيم قرابة 20% من التونسيين، كما وجب التنويه بدور تونس في مساعيها الرامية لتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين. لقاح فايزر له خصوصية في طريقة الحفظ، ما يستوجب تخزينه في درجة حرارة تصل إلى 80 تحت الصفر، لذلك سيتم نقل هذه الشحنة فورا إلى مراكز تابعة للصيدلية المركزية أعدت للغرض. بالنسبة للتخزين يصير في ظروف استثنائية، وقع تنسيق مع وزارة الصحة ومتابعة وإعداد الإمكانيات اللوجستية اللازمة لتخزين الكميات هذه متاع التلقيح. عنا مدة نخدمه مع الفريق متاع فايزر باش نهيئوا الظروف المناسبة باش يقع الاحتفاظ بهم في الظروف والشروط المطلوبة، وفي نفس الوقت في مرحلة ثانية نقلهم على مستوى المناطق اللي باش يصير فيهم التلقيح. هذه الشحنة تعد الثانية في ظرف أسبوع، سابقها لقاح سبوتنيك الروسي. اللقاح بدأ كما تعرفوا بالتلقيح سبوتنيك، يظل أنا باش من نهارين ثلاثة باش يكمل على خاطر العدد معناه ماهوش كبير برشا، وباش نتعداو جوست أبخي للتلقيح هذايا نتاع اللي جاء في نطاق برنامج كوفاكس اللي هو نوع آخر من تلقيح في انتظار تلقيح أخرى، وإن شاء الله باش نكملوا هكا نسق نتاع معناها دفعات واحدة تلو الأخرى، وإن شاء الله معناها خاصة تو نحث الناس باش يقبلوا على التلقيح. النجاح نتاعنا مش في تلقي الفاكسان، هو النجاح في تلقيح العباد باش مع بعضنا معناها نوصلوا نقضيوا على جرثومة، ثم كون الفاكسان في حد ذاته هو نقلة في مجابهة الفيروس، فنحن كنا في حال دفاع وتوا ولينا في حال هجوم. ألين قدرة ربي إذا كان نبلغ النسبة المرتقبة متاعنا من التلقيح اللي تفوت 50%، قدرة ربي نقضيه على الآفة. وأخيرا وليس آخرا، وصول أول دفعة للقاح فايزر إلى مطار تونس قرطاج، لقاح انتظره الكثير الشعب التونسي، لقاح يندرج ضمن مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية. إيمان بن عمر للقناة الوطنية الأولى، مطار تونس قرطاج.